بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء أينما كنتم لكم التحية، طبتم وطاب مقامكم. نواصل في دورة إدارة المشاريع بالمنهجية البريطانية Prince II Foundation Course. ننتقل اليوم إلى الجلسة الخامسة والجلسة الختامية من دورتنا التدريبية. توقفنا في الجلسة الرابعة في خطوات أو إجراءات أو عمليات Prince II Processes، وبدأنا في هذه الخطوات أو الإجراءات من مرحلة ما قبل المشروع Pre-Project أو مقترح المشروع الذي تم صياغته، يشكل لنا المدخل الأساسي لمرحلة بداية المشروع أو خطوة بداية المشروع Startup Process. بعدها انتقلنا إلى مرحلة إنشاء المشروع مروراً بإجراء أو خطوة إنشاء المشروع، وفي مرحلة الإنشاء تعرفنا على كمية الأعمال التي تنجز فيها، وأن أغلب العمل الذي يتم في هذه المرحلة هو عمل إداري، وأغلب المنتجات أو مخرجات هذه المرحلة هي عبارة عن مخرجات إدارية. نواصل اليوم في خطوات أو إجراءات البرنس 2. إذن ننتقل إلى خطوة أو إجراء Managing Stage Boundary. أول خطوة أو أول إجراء من هذا النوع يأتي بعد مرحلة إنشاء المشروع أو المرحلة الإنشائية. ذكرنا فيما سبق أن هناك خطوتين دائما ما تأتيان متلازمتين، وهي خطوة التحكم في المرحلة أو controlling stage، وخطوة إدارة حدود أو إدارة محيط المرحلة managing stage boundary. ما عدا دائما هاتين الخطوتين تأتيان متلازمتين في أي مرحلة من مراحل المشروع، فما الفرق بين هاتين الخطوتين؟ مع العلم بأن كل الخطوتين كما وضحنا في مخطط إجراءات البرينس 2 أو البروسيسس موديل دياجرام، وضحنا أن كل الخطوتين من النوع الذي يمكن تنفيذه مرة واحدة في كل مرحلة، والخطوتان خطوتان إداريتان، أي أنه لا تنتج فيهما منتجات تخصصية. إذا ما هو الفرق بين هاتين الخطوتين أو هذين الإجراءين؟ الفرق أننا عندما نتحدث عن التحكم في المرحلة أو controlling stage، فإننا نتحدث عن الإجراءات أو العمليات المرتبطة باتخاذ القرار. فأنا عندما أتحكم في مرحلة ما في نهايتها، أقوم بتوفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار ليحددوا هل سنستمر في هذا المشروع إلى المرحلة المقبلة، وإذا تم الاستمرار في المشروع للمرحلة المقبلة فما هي التعديلات التي سوف تجرى على خطة المشروع بناءً على المعلومات التي حدثت التي تحصلنا عليها والدروس التي استفدناها من المرحلة السابقة، المخاطر التي حدثت في المرحلة السابقة واستجبنا لها استجابات معينة، وأيضا الأحداث أو الحوادث أو المهمات إيشوز التي حصلت وتصرفنا معها تصرفات إدارية معينة. ما هو تأثير كل هذه الأشياء على نطاق المشروع وعلى الجدول الزمني للمشروع وعلى تكاليف المشروع، وكيف نستطيع أن نعدل في خطة المشروع في المرحلة والمراحل المقبلة بما يتواءم مع هذه التغييرات، ونستطيع أن نتجاوز الانحراف الذي حدث في المشروع في
في المرحلة السابقة. إذن إجراء أو خطوة التحكم في المرحلة أو controlling stage هو مرتبط باتخاذ القرارات ووضع الخطط والأسس لبقية المشروع وللمرحلة القادمة. أما عندما نتحدث عن إدارة حدود المرحلة أو managing stage boundary، فنحن نتحدث عن الأعمال أو المهام الإجرائية الغير مرتبطة باتخاذ القرار، مثلا تقرير نهاية المرحلة السابقة وخطة المرحلة القادمة. هذه أشياء إجرائية لا بد من أن نقوم بعملها في نهاية كل مرحلة وقبل بداية المرحلة التي تليها، لكنها لا تؤثر ولا ترتبط أي ارتباط باتخاذ القرارات. إذن عندما ننتقل من مرحلة إنشاء المشروع إلى المرحلة التي تليها والتي نطلق عليها أول مرحلة فعلية للمشروع، لأن مرحلة إنشاء المشروع كانت مرحلة إدارية أجرينا فيها عدد من المهام الإدارية، أخرجنا فيها عدد من المخرجات الإدارية، مثال ملخص المشروع وحالة العمل وخطة المشروع وغيرها. أما المرحلة التي تليها فيتم فيها إنتاج منتجات فعلية، إنتاج المنتجات أو جزء من المنتجات التي سوف تسلم للعملاء والزبائن بنهاية المشروع، لذا نعتبرها أول مرحلة عملية أو أول مرحلة فعلية في المشروع. فعندما ننتقل من مرحلة إنشاء المشروع إلى أول مرحلة فعلية في المشروع، يجب علينا القيام بإدارة حدود المرحلة. كيف ندير حدود المرحلة؟ وعادة كما ذكرنا إدارة حدود المرحلة تأتي بعد التحكم في المرحلة أو الكنترولينج ستيج، لكن في هذه الحالة فإن إدارة حدود المرحلة تأتي بعد المرحلة الإنشائية مباشرة وبدون المرور بخطوة أو إجراء التحكم في المرحلة، وذلك لأن المرحلة الإنشائية كلها هي عبارة عن مرحلة تحكمية ومرحلة إدارية ومرحلة لاتخاذ القرارات، عن إذا ما كنا سنقوم بالبدء في إنتاج المنتجات التي تهم الزبائن فعليا أم لا. إذن نحن لسنا بحوجة لأن نقوم باتخاذ قرارات في الوقت الراهن، لأن المرحلة السابقة كانت عبارة عن مرحلة اتخاذ قرارات، لذا نقوم بإجراء أو خطوة إدارة حدود المرحلة مباشرة. ما هي أهداف إدارة حدود المرحلة؟ أولاً التأكيد للبروجكت بورد أن كل المنتجات التي يجب أو من المفترض إنتاجها خلال المرحلة الإنشائية للمشروع قد تم إنتاجها بالفعل، قد ذكرنا أن أغلبها منتجات إدارية وضربنا لها أمثلة. ثانياً إنشاء تقرير نهاية المرحلة والذي يعرض لنا كيف سارت مرحلة إنشاء المشروع مقارنة بما كان مخطط لها. ثالثاً إنشاء خطة المرحلة القادمة وهي أول مرحلة إنتاج فعلي، كيف ستسير هذه الخطة، ما هي تكاليفها، ما هو الزمن الموضوع لها، ما هي الموارد التي نحتاج إليها في هذه المرحلة الأولى. إذا نلاحظ هنا أننا بعد أن انتهينا من المرحلة الإنشائية أو initiating a project انتقلنا مباشرة إلى خطوة أو إجراء إدارة حدود المرحلة أو managing stage boundary. ما هي المدخلات بالنسبة لهذا الإجراء أو هذه العملية؟ أولاً وثيقة إنشاء المشروع مقارنة بالمرحلة الإنشائية أو خطة المرحلة الإنشائية. ثانياً خطة المرحلة الإنشائية.
ثالثا السجلات المعروفة بالنسبة لدينا، وهي سجل الجودة وسجل الأحداث وسجل المخاطر. هذه هي المدخلات بالنسبة لعملية أو إجراء إدارة حدود المرحلة، ومخرجاتها ما يلي: أولا تقرير نهاية المرحلة بالنسبة للمرحلة الإنشائية وخطة المرحلة القادمة. إذن بعد أن قمنا برفع تقرير يوضح لنا كيف سارت المرحلة الإنشائية والتي كانت برمتها مرحلة دراسات وتجميع معلومات وتحليل واتخاذ قرارات، وقمنا برفع خطة للمرحلة القادمة والتي هي أول مرحلة فعلية بالنسبة للمشروع، نقوم الآن بطلب تصريح لبدء المشروع. عندما أردنا أن نبدأ المرحلة الإنشائية كما تذكرون رفعنا طلب للتصريح ببدء المرحلة الإنشائية، ولم نرفع طلب للتصريح ببدء المشروع وندفعه بعد نهاية إدارة حدود المرحلة. هذه هي نقطة التحكم الثانية في المشروع والنشاط الثاني بالنسبة للبروجكت بورد عند نهاية المرحلة الإنشائية. يقوم البروجكت بورد بالموافقة على أهداف أو أغراض المشروع، ويوضحون أن نطاق المشروع تم تعريفه بوضوح وتم فهمه، أو يمكنهم أن يقرروا بإيقاف المشروع، أو يمكنهم طلب معلومات أكثر. إذن في هذه النقطة التحكمية هنالك ثلاث خيارات بالنسبة للبروجكت بورد: التصريح ببداية المشروع واستمراره من المرحلة الإنشائية، طلب معلومات أكثر تساعدهم على اتخاذ القرار، أو اتخاذ قرار بإيقاف المشروع فورا. إذا ما هي المدخلات التي تساعد البروجكت بورد على اتخاذ قرار من هذه القرارات الثلاث؟ أولا وثيقة إنشاء المشروع، ثانيا طلب السماح بالمشروع أو طلب السماح بمواصلة المشروع، المخرجات، إما أن تكون تصريح ببداية المشروع يصاحبه تصديق لوثيقة إنشاء المشروع وإشعار لإدارة البرنامج بأن المشروع قد بدأ فعلا. هذا إذا اتخذوا القرار الأول وهو التصريح ببداية المشروع، يقومون بتصريح ببداية المشروع. كيف يبدأ هذا المشروع؟ يصدقون على وثيقة إنشاء المشروع لتكون حجر الأساس لبداية المشروع، ويرسلون إشعار لمستوى الإدارة الأعلى وهو إدارة البرنامج Corporate or Program Management أن المشروع قد بدأ فعليا. إذن كما ذكرنا أنه بعد المرحلة الإنشائية لا توجد خطوة أو إجراء التحكم في المشروع، إنما تأتي خطوة أو إجراء إدارة حدود المشروع، بعدها نطلب بتصريح المشروع وعليه يبدأ المشروع وينتقل إلى خطة أو مرحلة الإنتاج الفعلية الأولى. بعد نهاية هذه المرحلة لابد أن تأتي خطوة أو يأتي إجراء التحكم في المشروع، وكما نلاحظ أن هذه الخطوة أو هذا الإجراء هو أكثر ما يقضي أو يستغرق فيه مدير المشروع من زمن.
دائما ما تأتي كما ذكرنا خطوة التحكم في المشروع ملحقة بخطوة إدارة حدود المشروع. هكذا ننتقل من مرحلة معينة إلى التحكم في المرحلة. بعد التحكم في المرحلة ننتقل إلى عملية أو إجراء إدارة حدود المرحلة التي نخرج منها بتقرير نهاية المرحلة وخطة للمرحلة القادمة أو خطة استثنائية، وسنفصل في موضوع الخطة الاستثنائية في الشرح. إذن التحكم في المرحلة مرتبط بخطوة أو إجراء آخر هو إدارة تسليم المنتج. ماذا تعني إدارة تسليم المنتج أو المنتجات؟ هذا المشروع قام من أجل تسليم منتجات للزبائن والعملاء بنهاية المشروع. كيف يتم التحكم في إنتاج هذه المنتجات ومراقبتها وتسليمها؟ أولاً يتم إسناد أعمال في شكل حزم أعمال، يتم إسناد حزم الأعمال هذه إلى الفرق. يقوم مدير المشروع بإسناد حزم الأعمال لمدراء الفرق. حزمة الأعمال تحتوي على منتج أو عدد من المنتجات يجب أن يتم إنجازها، ويحتوي معلومات مثل وصف المنتج أو المنتجات، البيانات والمعلومات التي تساعد على التخطيط، والقيود أو المحددات لحزمة العمل هذه من ناحية الزمن التي يجب أن يتم إنجازه فيها من ناحية التكاليف ومن ناحية الجودة. وفي النهاية يصبح هذا اتفاق بين مدير المشروع ومدير الفريق. نشاط التصريح بحزمة العمل يمكن أن يحدث أكثر من مرة خلال المرحلة أو خلال التحكم في المرحلة. أيضا من مهام مدير المشروع أثناء التحكم في المرحلة إدارة الجودة وإدارة التغيير ومراقبة المخاطر واتخاذ إجراءات تصحيحية والتقارير والاتصالات. ما هي أهداف إدارة تسليم المنتجات؟ أولا الاتفاق على تفاصيل العمل الذي يجب أن يتم إنجازه بين مدير المشروع ومدير الفريق، والتأكد أن مدير الفريق قد فهم تماما ماذا يجب عليه أن يسلم في نهاية حزمة العمل هذه. بعد ذلك تأتي مرحلة أداء العمل. يقوم مدير الفريق بإدارة الفريق حتى يتمكنوا من إنجاز حزمة الأعمال هذه وتسليم المنتجات المطلوبة في النهاية موافقة لمتطلبات الجودة. رفع تقارير منتظمة عن التقدم في حزمة العمل. يقوم مدير الفريق بصورة دورية يحددها مع مدير المشروع، ربما تكون يومية أو أسبوعية أو غيره، عن كيف يسير العمل في حزمة الأعمال الموكلة إلى فريق. بعد ذلك يقوم مدير الفريق بتسليم المنتجات عند انتهائها إلى مدير المشروع، ويحصل على موافقة أو تصديق لأي منتج. يوضح هذا التصديق أو المصادقة على أن هذا المنتج يلبي مواصفات أو متطلبات الجودة. هنا نجد أنه بالنسبة للمشاريع الصغيرة أعضاء الفريق والذين يقومون بالعمل فعليا يمكن أن يعملوا مباشرة مع مدير المشروع بدون أن يحتاجوا إلى مدير فريق.
هي مخرجات خطوة أو إجراء إدارة تسليم المنتج؟ هذه هي المخرجات. المخرج الأول هو خطة الفريق. الفريق نحن أسندنا إليكم حزمة أعمال معينة لإنتاج منتج أو منتجات معينة بزمن وتكلفة ومواصفات جودة متفق عليها. ما هي خطتكم لإنجاز حزمة الأعمال هذه؟ تقارير الفحص، وهي التقارير التي تكون مرتبطة باتخاذ القرارات والتي تختلف عن التقارير الدورية، فهي مرتبطة باتخاذ القرارات حول كيف يسير العمل في هذا الفريق. سجل الجودة الذي يجب أن يتم تحديثه بعد إجراء الاختبارات لأي منتج من المنتجات. وأخيرا يتم تسليم حزم الأعمال المنتهية أو الكومبليتد ويرك باكج. يقوم مدير الفريق بتسليمه إلى مدير المشروع كما ذكرنا، يتأكد من الحصول على مصادقة لهذه المنتجات. هذا يقوم هنا مدير المشروع أو مدير، يقوم مدير المشروع بإسناد حزمة عمل إلى مدير الفريق، وهنا يقوم مدير الفريق بتقبل حزمة الأعمال هذه، ومن ثم يقوم بإنجاز الأعمال المفروض إنجازها وتسليم المنتجات، وهنا يتم تسليم حزمة الأعمال. إذن هنا يتضح لنا ما هي المخرجات التي تخرج من إجراء أو خطوة إدارة أو التحكم في المرحلة. هذه المخرجات يقوم بإنتاجها مدير المشروع، وتمثل مدخلات بالنسبة للبروجكت بورد تمكنهم من اتخاذ توجيه معين لمدير المشروع. وهذه المخرجات عبارة عن مخرجين في الغالب. إذا سارت المرحلة المعنية وفق المتفق عليه ووفق الخطة ولم تتعدى السماحيات الممنوحة لمدير المشروع، فإنه بنهاية يقوم مدير المشروع برفع تقرير دوري يوضح كيف سارت المرحلة أو خطوط عريضة أو نقاط رئيسية لسير المرحلة، المرحلة Highlight Report، يوضح لي البروجكت بورد كيف سارت هذه المرحلة. أما إذا كانت هذه المرحلة قد تجاوزت سماحيات مدير المشروع أو يتوقع أن يتم تجاوزها في المرحلة القادمة، فإن مدير المشروع يقوم برفع تقرير استثنائي أو Exception Report. ما هو هذا التقرير الاستثنائي؟ هذا التقرير يتم إنشاؤه فقط إذا كانت المرحلة الحالية لن تكتمل إلا بتجاوز السماحيات المعطاة لمدير المشروع، لذا يجب عليه تنبيه البروجكت بورد أن هذه المرحلة لن نتمكن من إنجازها ما لم نتجاوز السماحيات الممنوحة. هذا التقرير يعطينا نظرة عامة عن لماذا هذه المرحلة ستتجاوز السماحيات أو ستخرج عن الخطة الموضوعة لها، بالإضافة إلى عدد من الخيارات. نرشح مدير المشروع عدد من الخيارات للبروجكت بورد بحيث تمكننا هذه الخيارات من إعادة هذا المشروع إلى
المنحنى الذي كان يسير فيه، أيضا يقوم بتقييم كل خيار من هذه الخيارات وآثاره على حالة عمل المشروع. وبعد ذلك يقوم مدير المشروع بتفضيل خيار واحد من هذه الخيارات للبروجكت بورد. إذن إذا وافق البروجكت بورد على التقرير الاستثنائي أو الإكسبشن ريبورت ووافقوا على الخيار الذي تم اقتراحه من مدير المشروع أو أي خيار آخر من ضمن الخيارات، إذن سوف يقومون بطلب خطة استثنائية من مدير المشروع والتي يتم بها استبدال خطة المرحلة الحالية حتى نتمكن من إعادة المشروع إلى الخط الموضوع له. هذه هي مخرجات التحكم في المرحلة، إما هي تخرج من مدير المشروع بشكل إما تقرير نقاط رئيسية أو خطوط عريضة في حالة إذا سارت المرحلة كما يجب أو كما ينبغي لها، إذا لم تكن المرحلة تسير كما يجب أو كما ينبغي لها ولابد أن تخرج خارج السماحيات المعطاة لمدير المشروع، فإنه يقوم برفع تقرير استثنائي. أحد هذين التقريرين يكون عبارة عن مدخلات بالنسبة للبروجكت بورد، بعدها يقومون بإعطاء التوجيهات والنصائح بالنسبة لمدير المشروع. لابد أن نلاحظ هنا أن البروجكت بورد بإمكانه إعطاء التوجيهات والنصائح لمدير المشروع في أي لحظة من عمر المشروع وليست مرتبطة فقط برفع التقارير الاستثنائية، فإنه يمكن أن تكون هذه التوجيهات أو النصائح عبارة عن أجوبة لأسئلة ما أو تساؤلات حول حوادث ما. إذن ما هي الأنشطة اليومية التي يقوم بها مدير المشروع؟ مدير المشروع لديه 8 أنشطة يومية يؤديها، هذا لا يعني أنه يقوم يوميا بتأدية هذه 8 أنشطة، ولكن عمله اليومي يدور حول هذه 8 أنشطة أو جزء منها. وهذه 8 أنشطة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول وهو التعامل مع حزم الأعمال، القسم الثاني وهو المراقبة ورفع التقارير، والقسم الثالث وهو التعامل مع الحوادث أو العوارض التي تطرأ في المشروع. إذن بالنسبة للتعامل مع حزم الأعمال يقوم مدير المشروع بالآتي: أولا تصريح حزم الأعمال، كما ذكرنا يقوم بإسناد حزمة عمل معينة مرتبطة بمنتج أو منتجات معينة إلى فريق، ويقوم بالتنسيق والاتفاق مع مدير الفريق حول حزمة الأعمال هذه وكيفية سيتم أدائها وإنجازها. أيضا مراجعة حالات حزم الأعمال، نراجع كيف يسير مدراء الفرق في تنفيذ حزم الأعمال المسندة إليهم، وأيضا يراجع التقارير الفحص وسجل الجودة. آخر نشاط مرتبط بحزم الأعمال وهو استلام حزم الأعمال المكتملة من مدراء الفرق والموافقة على أنها تم فحصها وفقا لمقاييس الجودة الموضحة في هيكلية إدارة المشروع. بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالمراقبة والتقارير،
يراجع حالة المرحلة الكلية ويقارن بخطة المرحلة حتى يتمكن من التأكد إذا كانت المرحلة تسير كما ينبغي وستكتمل وفق الحدود والسماحيات المعينة أم لا. أيضا رفع التقارير الدورية، تقارير النقاط الرئيسية أو الخطوط العريضة للبروجكت بورد حتى يضعهم في الصورة عن كيف تسير المرحلة. أما الأنشطة التي ترتبط بالحوادث والعوارض فهي التقاط وفحص العوارض والحوادث والمخاطر، رفع تقارير بهذه العوارض والمخاطر إذا توقع أنها يمكن أن تؤثر على سير المرحلة ولا تكتمل المرحلة وفق الحدود والسماحيات الموضوعة لها، يقوم برفع تقرير استثنائي كما ذكرنا للبروجكت بورد. أخيرا اتخاذ الإجراءات التصحيحية، أنه يلاحظ أن هنالك أشياء لا تسير على ما يرام داخل هذه المرحلة، اتخذ إجراءات تصحيحية. هذه الأنشطة يتم أداءها بكمية غير محددة من المرات من قبل مدير المشروع. تحدثنا عن إدارة حدود المرحلة والتي أهدافها كما يلي. في السابق تحدثنا عن إدارة حدود المرحلة التي تأتي بعد المرحلة الإنشائية، وهي تختلف عن إدارة حدود المرحلة التي تأتي بعد المراحل الأخرى، لأن المرحلة الإنشائية لم يتم فيها إنتاج أي منتجات فعلية. إذن ما هي أهداف إدارة حدود المرحلة بعد المراحل الفعلية أو المراحل التخصصية؟ لنؤكد لإدارة المشروع ممثلة في البروجكت بورد أنه قد تم إنتاج المنتجات التي يجب إنتاجها في هذه المرحلة كما هو موضح في خطة المرحلة. أيضا نقوم بتحديث خطة المشروع ككل بناء على ما حصل في هذه المرحلة والتغييرات التي طرأت خلالها. أيضا نمد البروجكت بورد بالمعلومات والتي تمكنهم من تقييم جدوى المشروع الموافقة على نهاية أو اكتمال المرحلة والتصريح أو التصديق ببداية المرحلة القادمة. هذه هي الأهداف من إدارة حدود المرحلة، وهذه هي المخرجات في إدارة حدود المرحلة. يجب أيضا أن نسجل جميع المعلومات والدروس المستفادة التي يمكن أن تفيدنا في بقية دورة حياة المشروع أو في المشاريع الأخرى. هذه المخرجات التي تحدثنا عنها بالنسبة لخطوة إدارة حدود المرحلة، تقرير نهاية المرحلة والذي يوضح نتائج هذه المرحلة ومقارنتها بخطتها الأساسية وخطة للمرحلة القادمة. أيضا يمكننا إجراء تعديلات على خطة المشروع ككل وتعديل حالة العمل بالنسبة للمشروع حتى نستطيع تقييم ما إذا كان المشروع لا يزال لديه قيمة أم فقد قيمته التي أنشئ من خلاله. أيضا في حالة توقع أن تتجاوز المرحلة السماحيات والحدود التي وضعت لها
نقوم برفع تقرير استثناء. إذن بعد أن قمنا بعملية التحكم في المرحلة، تليها عملية إدارة حدود المرحلة، نحن جاهزون للانتقال إلى مرحلة أخرى والتي سننتقل إليها عبر خطة المرحلة القادمة. أما إذا لم يسير العمل في المرحلة وفق المخطط له وسيتجاوز سماحياته، فإننا نحتاج إلى إدخال خطة استثنائية، وكلتا الخطتين تحتاجان إلى تصريح. سيقوم البروجكت بورد بالآتي حتى يتمكن من تصريح خطة المرحلة القادمة أو الخطة الاستثنائية. أولاً، مقارنة نتائج المرحلة وخطتها. ثانياً، يفحص أداء المشروع حتى اليوم. ثالثاً، تقييم خطة المرحلة القادمة. فحص ملخص المخاطر. مراجعة حالة العمل للتأكد أن المشروع ما زال مجدي. فحص أن جميع الدروس المستفادة في هذه المرحلة قد تم الاستفادة منها وتسجيلها. أخيراً، يمكنهم التصديق بخطة المرحلة القادمة. بالنسبة للمشاريع الصغيرة، فإن هذه الإجراء أو هذه العملية تتم بصورة أقل رسمية، حيث يمكن لمدير المشروع أن يرتب مقابلة مع المدير التنفيذي ويطلع على المعلومات اللازمة، وبالتالي يقومان بإجراء هذه النشاطات السابقة في مقابلة واحدة. إذا ماذا إذا احتجنا إلى خطة استثنائية؟ ماذا إذا احتجنا إلى خطة استثنائية؟ إذا احتجنا إلى خطة استثنائية، فإن البروجكت بورد يقومون بأداء نفس الأعمال المرتبطة بالتصريح، لكن بدل من تصريح خطة المرحلة القادمة يقومون بتصريح الخطة الاستثنائية، حتى يستطيع مدير المشروع إكمال المرحلة الحالية بعد أن تتجاوز سماحياته عن طريق استبدال خطة المرحلة بهذه الخطة الاستثنائية. كما ذكرنا عدد من المرات أن التحكم في المرحلة وإدارة حدود المرحلة هي من الأنشطة التي أو من العمليات التي يتم إجراءها في كل مرحلة، وبالتالي فهي ستتكرر بعدد مراحل المشروع. نفترض الآن أننا وصلنا إلى نهاية آخر مرحلة في المشروع. عندما نصل إلى نهاية آخر مرحلة في المشروع، فإنه ليس لدينا مرحلة أخرى، ولكننا سننتقل إلى إجراء أو عملية إغلاق المشروع، وبالتالي فإننا سنقوم بإجراء التحكم، ولكن من دون أن يليه إجراء إدارة حدود المرحلة. بعدها ننتقل إلى إجراء إغلاق المشروع. مدير المشروع يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المشروع، لكن قرار إغلاق المشروع الفعلي يتم اتخاذه بواسطة البروجكت بورد. يجب أن نلاحظ أيضاً أن البروجكت بورد بإمكانهم إغلاق المشروع في أي لحظة، وهذا كما ذكرنا إذا وجدوا أن المشروع لم يعد مجدي ولا يحقق الفائدة أو النفع المرجو منه.
هي أهداف خطوة أو عملية أو إجراء إغلاق المشروع؟ التأكد من أن كل المنتجات اللازمة قد تم إنتاجها وإنجازها وتسليمها، التقاط الدروس المستفادة في سجل الدروس، لأن هذه الدروس قد تكون ذات قيمة للمشاريع القادمة، التأكد من أن المنتجات التي تم إنتاجها يمكن دعمها بعد نهاية المشروع وتفرق أفراده. كيف يمكن دعمها؟ إذا كانت هذه المنتجات تحتاج إلى صيانة، كيف ستتم عمليات الصيانة؟ من سيوفر الدعم الفني مثلا إذا كان هذا المنتج عبارة عن نظام حاسوبي أو نظام إداري؟ من سيوفر الدعم الفني في حالة حصل أي مشاكل في هذا النظام؟ تسليم المنتجات النهائية للعملاء كما هي موصوفة في هيكلية إدارة المشروع، تقييم المشروع عن طريق مقارنة أهداف المشروع الفعلية بالأهداف التي تم إنجازها وكتابة تقرير نهاية المشروع، تقييم الفوائد التي تم ملاحظتها بالفعل. ذكرنا أن أغلب الفوائد إن لم يكن جميعا لا يتم ملاحظتها مباشرة بعد نهاية المشروع، ولكن بعد فترة من استخدام المنتج. إذن إذا كان هناك فوائد تم ملاحظتها مباشرة نقوم بتقييمها ووضع خطة لتقييم الفوائد التي لم يتم ملاحظتها مباشرة. نلاحظ هنا أن خطوة أو عملية إغلاق المشروع هو جزء من المرحلة الأخيرة في المشروع، لا نحتاج فيها إلى إجراء عملية Managing Stage Boundary، بل تحل هي بدل إدارة حدود المرحلة. إذن ما هي مخرجات هذه العملية؟ هناك مخرجات يتم تسليمها للبروجكت بورد، وهي تقرير نهاية المشروع End Project Report، يتم كتابته بواسطة مدير المشروع ويقارن كيف سار المشروع فعلا مقارنة بوثيقة إنشاء المشروع. أيضا تقرير الدروس المستفادة التي تم تعلمها خلال دورة حياة المشروع، يتم أيضا تسليم خطة المشروع والتي يتم تحديثها باستمرار أثناء فترة المشروع، ووضع الخطة التي يتم بواسطتها مراجعة وتسجيل الفوائد. أخيرا يقوم مدير المشروع بكتابة مسودة لإشعار نهاية أو إشعار إغلاق المشروع. هذا ما يتم تسليمه للبروجكت بورد، لكن مدير المشروع يقوم بتسليم بعض الأشياء إلى جهات أخرى، مثلا إدارة التشغيل والصيانة. يتم إمدادهم بإجراءات المتابعة اللازمة لمنتج المشروع هذا. أيضا معلومات المشروع والتي تشمل الكونفيجوريشن ايتم ريكوردز لكل منتج، وهذا ما يتم تسميته اصطلاحا في عالم الصناعه بكتالوج المنتج، الذي يوضح تركيب المنتج والقطع التي يتكون منها وكيف تتجمع مع بعضها البعض. أخيرا على مدير المشروع إغلاق السجلات الأساسية، سجل الجودة، سجل المخاطر، وسجل العوارض أو المهمات، وإغلاق السجل اليومي. أخيرا يقوم مدير المشروع باقتراح إنهاء المشروع ورفع هذا الاقتراح للبروجكت بورد.
إذن قبل أن يتم اتخاذ القرار من قبل البروجكت بورد بإنهاء أو إغلاق المشروع يجب عليهم أن يفعلوا الإجراءات الآتية. أولا مراجعة تقرير نهاية المشروع ومقارنته بالخطة الأساسية. يؤكدوا على أن من سيستلم إجراءات المتابعة، هل سيتم تسليم إجراءات المتابعة لإدارة التشغيل والصيانة أم إدارة الجودة أم إدارة خدمات ما بعد البيع؟ مراجعة سجل الدروس المستفادة والتأكد من أنه تم تمريره للجهات اللازمة حتى يتم الاستفادة منه في المستقبل. مثلا تم تسليم نسخة منه لإدارة المشاريع في المؤسسة، تسليم نسخة للأرشيف في المؤسسة. التأكد على أن جميع المنتجات قد تم تسليمها فعليا وتم تقبلها بواسطة العملاء أو الزبائن، والتأكد من إجراءات الصيانة لكل منتج والمسؤول عنها. أيضا يقومون بمراجعة والموافقة على خطة مراجعة الفوائد، وهي كما ذكرنا الخطة التي يتم واسطتها تأكد من أن الفوائد المرجوة من المنتج قد تحققت بالفعل. أخيرا تأكيد أن المشروع قد قابل جدوى العمل الخاصة به مقارنة بما حصل فعلا. إذن ما هي مخرجات إغلاق المشروع؟ توزيع الدروس المستفادة للأشخاص المناسبين، توزيع إجراءات المتابعة أيضا للأشخاص المطلعين بذلك، وأخيرا يقوم البروجكت بورد بتعديل مسودة الإشعار الذي تم صياغته بواسطة مدير المشروع. كما ذكرنا أن مدير المشروع يقوم بصياغة مسودة أو نسخة أساسية من إشعار إغلاق المشروع. يقوم البروجكت بورد بتعديل هذا الإشعار مع ما يتلائم إرساله مع كل من أصحاب المصلحة أو ذوي الشأن في المشروع، فيرسلون تقرير للعاملين في المؤسسة، تقرير لإدارة البرنامج أو إشعار لإدارة البرنامج، إشعار مثلا للمساهمين في المشروع، إشعار للموردين وهكذا. هنا لدينا ملخص لجميع هذه الدورة التدريبية، يكون موجود في نسخة PDF كجزء من مرجع هذه الدورة التدريبية، ممكن للأشخاص الاستفادة منه والاطلاع عليه في أي وقت إذا أحبوا أن يرجعوا ولكن لا يراجع الدورة التدريبية كاملة، يمكنه الاطلاع على هذا الملخص والذي يلخص الدورة التدريبية. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية الجلسة الخامسة، ومعها وصلنا إلى نهاية الدورة التدريبية إدارة المشاريع بالمنهجية البريطانية أو البرينز 2 ميثودولوجي، وها هي قائمة المراجع التي تم استخدامها لتحضير هذه الدورة، بالإضافة إلى معلومات التواصل الخاصة بمدرب الدورة. إذا كان هناك أي استفسار أو رغبة في معلومات أكثر عن هذه المنهجية. شكرا أيها المتابعين الأعزاء، ونتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الدورة وأيضا كانت ممتعة هذه الجلسات الخمسة